أخبار المنتصف من قناة يمن شباب، معكم هشام الزيادي وأماني علوان، وتتابعنا معنا في أخبار المنتصف. في ظل الحديث عن اتفاق تبادل أسرى مع الميليشيا، الحكومة تؤكد أن التعاطي الإيجابي مع جهود إحلال السلام يهدف لإنهاء الكارثة الإنسانية. الحوثيون يختطفون أكثر من 100 مواطن في الحديدة خلال أسبوع، وقيادي عسكري في البيضاء يؤكد مواصلة العمليات حتى تحرير مفرق عفار الاستراتيجي. وأيضا في المنتصف، قوة حكومية وسعودية مشتركة تستعيد سلسلة جبلية في باقي مصعدة، ووفد أممي جديد يزور تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. أهلا بكم، والبداية مع التطورات السياسية الأخيرة، حيث قالت الحكومة اليمنية إن التعاطي الإيجابي الدائم والمستمر للقيادات السياسية مع الجهود الدولية والأممية لإحلال السلام وإنهاء الحرب التي فرضها الإنقلابيون الحوثيون تنطلق من حرصها على إنهاء معاناة اليمنيين والكارثة الإنسانية المريعة جراء انقلاب الحوثيين والحرب التي يشعلوها. نعم، جاء هذا خلال استعراض مجلس الوزراء للترتيبات الأممية الجارية لعقد مشاورات سلام في السويد خلال الأيام المقبلة. وشدد المجلس على مضامين خطاب الرئيس هادي الذي ألقاه عشية الذكرى السنوية 51 للاستقلال في 30 نوفمبر، والذي أكد الرغبة الصادقة في السلام وإيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب وفق المرجعيات الثلاث. كما ناقش مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والترتيبات التي تجريها وزارة الداخلية لإطلاق حملة شاملة تهدف إلى منع حمل السلاح في عدن وغيرها من المناطق المحررة. أكد مصدر في رئاسة الجمهورية التوقيع على اتفاق بين الحكومة الشرعية والميليشيا الانقلابية لتبادل جميع الأسرى والمختطفين من الطرفين برعاية الأمم المتحدة. اتفاق على تبادل الأسرى والمختطفين هو جديد تطورات المشاورات اليمنية المرتقب انعقادها في السويد خلال الأيام القليلة القادمة. مصادر إعلامية تحدثت نقلاً عن الرئاسة اليمنية أن الحكومة اليمنية وقعت اتفاقاً مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة. وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أكد أن ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي وقعوا اتفاقاً لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين. اليماني أضاف أن مشاورات السويد المرتقبة ستبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، مشيراً إلى أن تفاصيل الاتفاق ستعلن في السويد. وبحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على أن تفرج ميليشيا الحوثي عن 1400 أسيرا ومختطف، من بينهم اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، واللواء فيصل رجب، مقابل الإفراج عن 600 أسيرا من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية. لكن أمهات المختطفين المعنية بالمختطفين المدنيين من الشوارع والطرقات تتحدث عن أكثر من 2000 مختطف مدني، وأشارت الرابطة إلى أن الأرقام المسجلة لديها للمختطفين لا تشمل كل المختطفين، وإنما من استطاعت الوصول إليهم ووثقتهم بمنهجية قانونية معتمدة. الرابطة حذرت الأمم المتحدة من التعامل مع المختطفين المدنيين كأسرى حرب، لما يترتب على ذلك من انتهاكات لهؤلاء المختطفين وتعذيب وتمزيق الشمل وغير ذلك من الانتهاكات. إلى الحديدة، حيث تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة أعمال انتقامية بحق السكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات في المحافظة. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الحوثية شنت حملات مداهمة واسعة اختطفت خلالها أكثر من 30 شخصا من سكان المدينة، تزامنا مع توقيع اتفاقا مع الحكومة الشرعية للإفراج عن 1400 أسير ومختطف لديها. ووفقا لتلك المصادر فإن عددا من المختطفين خلال الأسبوع الماضي وصل أكثر من 100 مختطف، فيما نقلت الميليشيات مختطفين من سجون الحديدة إلى سجون محافظتي حجة وصنعاء. هذا وكانت الميليشيا قد أقدمت قبل أيام على تدمير عدد من المنازل والمنشآت السياحية العامة بما فيها فندق الكروان السياحي وعمارة عبد النبي بشارع 50. وتأتي هذه الاقتطافات قبيل انطلاق المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، الأمر الذي يمثل اختبارا لجدية الانقلابيين من مشاورات السويد.
في ذات الشأن أيضا، أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن تسفر محادثات سلام محتملة من أجل اليمن عن تحسن الأوضاع الإنسانية في هذا البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في تصريح صحفي أنه من المرحب به للغاية أن يكون هناك في المستقبل القريب محادثات سياسية تحت قيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث. وأعربت المتحدثة عن أملها في اتخاذ قرارات أولية محفزة، مشددة على أنه يتعين أولا وقف إطلاق النار وإجراء تسهيلات إنسانية، مع تأكيدها على أن يكون هناك محاولة جادة في إنهاء النزاع العسكري والتوصل إلى حل سياسي. تحت مبرر الدواعي الإنسانية، خضعت الشرعية والتحالف لمطالب الحوثيين بإخراج عشرات الجرحى، ولم تحضر الدواعي الإنسانية لدى الشرعية والتحالف في الإفراج بالمقابل عن بضعة أشخاص من آلاف المعتقلين لدى الحوثي. أما جراحات الجيش فقد تعفنت بهم وأصابت إصاباتهم في عدة مدن مختلفة. لدواعي إنسانية وضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد، برر المتحدث الرسمي للتحالف العربي العقيد تركي المالكي خضوع التحالف والشرعية للاشتراطات الحوثية بإجلاء 50 شخصا يدعي الحوثيون بأنهم جرحى، وترفض الميليشيات الكشف عن هوياتهم. الحكومة الشرعية الغارقة في الفساد والانتهازية بحسب ناشطين لم تستغل الفرصة لإجلاء مماثل لمئات الجرحى تعفنت بهم جراحهم في شوارع مأرب وعدن وتعز من أبطال الجيش الوطني، كما لم تستغل الفرصة للإفراج عن مختطفين في سجون الميليشيات الحوثية يعانون أشد أنواع التعذيب. برأي مراقبين، فإن الفساد في صفوف الشرعية والانتهازية والصراعات البينية الدائمة بين فصائلها تجعلها تقدم التنازلات للحوثيين نكاية بحلفائها في المعركة والموقف، فيما ينشغل التحالف العربي بإرضاء الرأي العام الغربي المضاد للتحالف، والذي لن يستطيع أن يرضيه مهما قدم من تنازلات ولو أوقف الحرب العربية في اليمن. بالنسبة للحوثيين، فإن المشاورات القادمة في السويد حققت هدفها بإجلاء الجرحى، فقضية السلالة جرحاها ومقاتليها، ولا يهمها السلام ولا الدولة ولا علاقة لهم بذلك، بينما تنشغل الشرعية برئيسها ونائبه والحكومة والوزراء والوكلاء بالصور التذكارية والكلمات النارية على تويتر وصحتهم النفسية والجسدية ومناصب عوائلهم على حساب شعب هزمه أداء الشرعية قبل سلاح الحوثيين. الآن إلى آخر التطورات العسكرية، حيث أكد قيادي في الجيش الوطني أهمية العملية العسكرية التي قام بها الجيش قبل أيام بمحاور عدة بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم محور البيضاء المقدم محمد العواضي، قال إن استكمال الجيش تحرير سلسلة جبال الكبار الاستراتيجية يعد خطوة مهمة في إطار العمليات الجارية لاستكمال تحرير محافظة البيضاء. وأوضح العواضي أن الجيش تصدى قبل يومين لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثيين الانقلابية في محاولة منها لاستعادة المواقع التي خسرتها في الأيام الأخيرة على أطراف مديرية ناطع وفي منطقة فضحة بمديرية الملاجم المجاورة، غير أنها باءت بالفشل. اتصدى الجيش بكل بسالة واقتدار لهذه الهجمات البائسة. ومن البيضاء إلى محافظة صعدة، حيث فرض الجيش الوطني سيطرته على مواقع قريبة من مركز مديرية باقم في شمالي المحافظة. وقال مصدر محلي إن وحدات من الجيش بسطت سيطرتها على جبال شيحة القريبة من مركز مديرية باقم، وذلك عقب عملية عسكرية شاركت فيها وحدات من قوات الحرس الوطني السعودي. وشملت المناطق التي استعادها الجيش الوطني سلسلة جبال الغرفة أو الغرة والعرف الواقعة شمال شرق مركز مديرية باقم. هذا ونجح فريق هندسي تابع للواء في تفكيك حقل ألغام ونزع ما يقارب من 30 عبوة ناسفة وألغاما يتم تفجيرها عن بعد، كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثيين وسط التجمعات السكانية وفي طريق يسلكها الأهالي. ولمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات العسكرية في باقم من صعدة، ينضم معنا عبر الهاتف مدير المركز الإعلامي بباقم علي مهيوب. أهلا وسهلا بك بداية سيد علي، لو تخبرنا بداية عن آخر التطورات العسكرية التي جرت مؤخرا في مديرية باقم.
أهلا وسهلا بك. آخر التطورات هو وصول الجيش الوطني إلى مشارف المبنى الحكومي لمركز مديرية باقين، وتقدر المسافة التي حررها الجيش يوم أمس بخمسة كيلومتر. نعم، يعني كان هذه آخر التطورات التي جرت. يعني كان الجيش قبل أو في الفترات الماضية قد ضيق الخناق على الحوثيين وخاصة على مركز مديرية باقم، ما الذي تبقى حتى الآن ليتم تحريرها بشكل كامل؟ تبقى حوالي 2 كيلو يقصد هنا عن مركز مديرية باقم. الآن بات الجيش يسيطر على أكثر المواقع المحيطة بمركز مديرية باقم من ثلاثة محاور محاصر مركز المديرية. نعم، إذن يعني ما أفهمه منك ومن خلال المتابعة المستمرة للتطورات العسكرية في مديرية باقم بأن الجيش يريد أن يفرض حصارا على مركز مديرية باقم قبل أن يدخلها عسكريا. نعم، يفرض حصار من أجل الأهالي القاطنين في المنطقة على أساس ينسحبوا الأهالي وتسير المنطقة بشكل كامل، ويخوض الجيش العملية العسكرية الآن من ثلاثة محاور التي هي من اتجاه الربوعة ومن اتجاه منفذ عالف ومن اتجاه الشرق محور آزل ولواء العاصفة. طيب، لو تحدثنا عن المناطق التي تم تحريرها مؤخرا من قبل الجيش، نريد أن نعرف عن أهميتها بالنسبة لهم، ودعنا نتحدث عن جبال الغرة والعرف التي تم تحريرها في معارك الأمس. أهمية السيطرة على هذه الجبال تكمن في استراتيجيتها التي يمكن من خلالها قطع خط إمدادات العدو المؤدي إلى الربوعة، وكذلك الخط الإسفلتي المؤدي إلى مركز مديرية باقم. نعم، طيب إذا كانت هذه الإمدادات، ماذا عن طريق الإمداد؟ يعني إذا كانت هذه يعني الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لهذه المناطق التي تم تحريرها، أقصد ماذا عن الأهالي الذين يسكنون مركز مديرية باقم؟ هل هناك تخوفات من أن يكونوا هم المتضرر الأكبر من أي معارك عسكرية قد تندلع داخل أو في وسط المركز؟ لا يوجد مخاوف كبيرة، لأن أكثر أهلي قد بدأوا بالنزوح إلى أماكن ضحيان ومناطق قريبة لمركز المديرية، ولم يتبقى في هذه المناطق إلا ميليشيات الحوثي التي لا زالت موجودة في أماكن في منازل المواطنين القانطين في مركز مديرية باقم. نعم، طيب لو تحدثنا عن جبهة قطابر، يعني يتحدث بعض الخبراء العسكريين أن هناك علاقة تربطها بجبهة مركز باقم، هل يمكن أن تفسر لنا طبيعة هذه العلاقة؟ نعم، تعتبر جبهة باقم هي مفرق الإمدادات للميليشيا المؤدي إلى الربعة وقطابر في حال تقدم الجيش الوطني وقطع هذه الخطوط من مركز مديرية باقم، فإن جبهة قطابر سوف تنتهي بشكل كامل. نعم، طيب في معارك الأمس أيضا كانت هناك وحدات عسكرية سعودية شاركت إلى جانب قوات الجيش الوطني في تحرير هذه المناطق التي ذكرناها آنفا، برأيك يعني ما أهمية مشاركة قوات مشتركة بين اليمن والسعودية في تحرير مواقع في صعدة؟ نعم، بالنسبة للقوات المشتركة من الجانب السعودي هي لها أهمية كبيرة في تحديد ضرب المدفعية وكذلك ضرب الطيران، ولا يوجد إلى حد الآن وما زالت العملية الآن مستمرة، ومشاركة الوحدات السعودية من الحرس الوطني السعودي الملكي. طيب ماذا عن خسائر الحوثيين؟ هل لديكم معلومات عن الخسائر التي مني بها الحوثيين إضافة إلى عدد الألغام والعبوة الناسفة التي انتزعها الجيش الوطني والفرق الهندسية التابعة له؟ أما بالنسبة لخسائر الحوثيين، فيوجد هناك أكثر من 20 بثة موجودة اليوم في مناطق قريبة لمركز مديرية باقم وكذلك في الأودية والشعابة هناك. أما بالنسبة للألغام، فنزل اليوم فريق الألغام واستخرج أكثر من 200 لغم بلاستيكي خطير، وكذلك عدد من العبوات المزروعة بجانب الطرقات والطريق الإسفلتي. إذن أنا أشكرك سيد علي مهيوب مدير المركز الإعلامي بباقم على كل هذه المعلومات والتفاصيل التي زودتنا بها. إلى تعز الآن، حيث وصل إلى هناك مدير مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة سيسبان تريف والوفد المرافق له، وذلك عقب زيارة قام بها وفد من مكتب المبعوث الخاص في 18 في أكتوبر الماضي. وعرب وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة
في تخفيف معاناة السكان في المدينة المحاصرة منذ نحو 4 سنوات. وقال مسؤول الوفد أن الزيارة تأتي في إطار بناء قدرات الآليات الوطنية والاطلاع على الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان وكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية بحق الشعب اليمني. وأطلع مدير عام مكتب حقوق الإنسان في المحافظة الوفد على الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين منذ انقلابها على السلطة الشرعية في المحافظة، وبلغ عدد ضحاياها من المدنيين أكثر من 30,000 شخص. وناقش الاجتماع الترتيبات لفتح مكتب للمنسق الشؤون الإنسانية في مدينة تعز بحسب مكتب إعلام المحافظة. وقدم مسؤولون محليون تقارير عن الملف الإنساني والخدمي بالمحافظة وأوضاعها الأمنية والجهود المبذولة لتقليل نسبة الجريمة وتحقيق المزيد من الاستقرار في المحافظة وجهود الحملة الأمنية في هذا الجانب. تصاعدت وتيرة الاعتداءات وسلوكيات القهر الحوثية بحق أبناء القبائل اليمنية الواقعة في المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيا الإمامية الحوثية، مستخدمة سياسة إذلال متعمدة ومنظمة تستهدف كل من لا ينتمون للسلالة بمن فيهم الشيوخ الذين تورطوا بالتعاون معها. تنهج ميليشيات الحوثي الإمامية وبشكل لافت سياسة قهر ممنهجة وإذلال منظم تمعن من خلاله في إهانة اليمنيين وأبناء القبائل في المناطق التي لا تزال واقعة تحت سيطرتها محكومة بانعدام ثقتها بالقبائل اليمنية. ومؤخرا ارتفعت على نحو كبير ممارسات الإذلال وازدادت سلوكيات القهر الحوثية وتحديدا في محافظات عمران وذمار وصنعاء وحجة والمحويت، وسجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية مئات الاعتداءات التي شملت أبناء القبائل وشملت الشيوخ والوجهاء رغم تورط البعض منهم في التسهيل للميليشيا والتعاون معها عند اجتياحها لصنعاء وقبل ذلك غزوها لعمران واحتلالها محافظة صعدة. رصيد كبير من الإهانات كان آخرها ما تؤكده مصادر متعددة عن قيام جماعة الحوثي بإجبار عدد من شيوخ القبائل في آنس دمار أبرزهم مشائخ المقداد وقاعي جهران على إرسال عدد محدد من قبائلهم إلى الجبهات وتمويلهم وتوفير وسائل نقلهم وإخضاع عدد من الشيوخ لسطوة المشرفين الحوثيين المنتمين غالبا لمحافظة صعدة. ويتكرر مشهد الإذلال الذي يمارسه الحوثيون بحق أبناء القبائل في محافظة صنعاء وحجة والمحويت ومحافظة عمران التي تعرضت فيها قبائل عيال سريح للتهجم والاستخفاف من قبل القيادي الحوثي المعروف بأبو علي الحاكم وقيامه بالاعتداء على منزل مجاهد القهالي أحد أبرز شيوخها وتهديده بالقتل وإحراق جثته، توعده بأشد العذاب في الدنيا قبل الآخرة. وسبق أن تورط القهالي نفسه بالتعاون مع أبو علي الحاكم نفسه عند اجتياح ميليشياته لمحافظة عمران قبل أشهر من غزو العاصمة صنعاء، غير أن جماعة الحوثي تنهج سياسة الإذلال بكل من لا ينتمي للسلالة وتبدأ بمن يناصرها قبل من يعارضها. وتهدف الحركة الحوثية الإمامية من وراء سياسة القهر والإذلال إلى تطويع القبائل وتدمير أي قابلية لتوحدهم ضدها، علاوة على أنها تسعى لكسر القبيلة اليمنية بغية استخدامها كمخزون بشري لرفض حروب السلالة وتمكين الإمامة. صحيا، ارتفعت حالات الوفيات والإصابة بمرض وباء الدفتيريا في محافظة الحديدة في ظل تحويل ميليشيات الإنقلابية الحوثية لمستشفيات المدينة إلى ثكنة عسكرية. وقال مصدر طبي في هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة إن حالات الوفيات وصلت إلى 84 حالة حتى الأول من ديسمبر الجاري، أغلبهم من الأطفال دون سن 12. وكشفت المصادر أيضا أن عدد حالات الإصابات بهذا المرض في تزايد مستمر وقد وصلت إلى 349 شخصا. وتحدثت مصادر في مكتب الصحة العامة والسكان أن حملة التلقيح بمصل وقائي ضد وباء الدفتيريا باءت بالفشل، وذلك بسبب عدم اكتمال المستهدفين في النطاق الجغرافي، محملا ميليشيات الحوثي مسؤولية إعاقة فرق منظمة الصحة العالمية عن إكمال حملة التلقيح.
وبالعودة إلى تعز، وهذه الزيارة التي قام بها المسؤول الأممي سبيسيان تريف إلى المحافظة. ينضم معنا سيد نجيب قحطان مدير إعلام محافظة تعز للحديث أكثر عن أهمية هذه الزيارة. نرحب بك سيد نجيب معنا في أخبار المنتصف. أهلا وسهلا سيدتي العزيزة. تحية لك. إذن هناك زيارة الآن، وكان في السابق زيارة أيضا لمسؤول أممي محمد خاطر، فبالتالي توالي هذه الزيارات من مسؤولين أمميين في ظل عدم زيارة السيد مارتن جريفيث وتعذرها، لماذا يعني؟ نعم سيدتي العزيزة، منذ 4 سنوات ألفنا من قبل الأمم المتحدة تحديد مواعيد لزيارة محافظة تعز للاطلاع على الوضع الإنساني، لكن غالبا ما يتم الاعتذار بأعذار واهية، ربما لأن الأمم المتحدة لا تريد أن تصل إلى محافظة تعز. لكن اليوم وصل منسق الشؤون الإنسانية وطريق الأوتشا إلى محافظة تعز، وبالتالي بالتنسيق مع السلطة المحلية لفتح مكتب لها في محافظة تعز، خاصة وأن الأوتشا تمثل محافظة تعز من وسط محافظة طيبة التي تقع تحت الحفرين، وبالتالي تأتي هذه الزيارة اليوم للتنسيق لفتح مكتبها داخل محافظة تعز. كون محافظة تعز أصبحت سمعا بالأمن والاستقرار، وأصبح وضعها الآن أفضل مما كانت عليه ألف مرة من الفترة السابقة. نعم، يعني ربما كان الزيارة الأولى للسيد محمد خاطر هو للإطلاع على الأوضاع، الآن مع الزيارة هذه الثانية للسيد سيبستيان تريف الآن لفتح المكتب الآن في المحافظة، فبالتالي هناك اهتمام وهناك جديد من قبل المسؤول الأممي لمحافظة تعز. طيب بالنسبة للسيد مارتن جريفيث، يعني ألا يزور المحافظة؟ السيد مارتن جريفيث كان من المفترض أن يزور محافظة تعز قبل شهر من الآن، ولكن تعذر في اللحظات الأخيرة بعدم السماح له بالدخول إلى محافظة تعز، ربما لأنه لا يريد أن يدخل من المنفذ الحقيقي لمحافظة تعز وهو عبر طريق عدن التربة مرورا بالضباب وصولا إلى وسط المدينة، وإنما أراد الدخول من وسط المنافذ التي يسيطر عليها الحوثيين، وبالتالي تصبح المهمة هي خاصة بمارتن غريت وليس بالسلطة المحلية في تعز، لأنه لو كان يريد أن يدخل إلى محافظة تعز لكان دخل من المنفذ الرئيسي الذي يمر عليه جميع المنظمات المتحدة، لكن هو فقط يريد أن يصدر أعذارا بأنه كان يريد زيارة محافظة تعز ولكن لم يتمكن، وبالتالي يتحمل هو المسؤولية وليس السلطة المحلية في محافظة تعز. طيب دعنا الآن سيد نجيب نتحدث الآن، ما الذي أعدته السلطة المحلية الآن من خلال هذه الزيارة يعني وتواجد السيد تريف الآن في تعز؟ هل هناك أجندة، هل هناك يعني زيارات معينة سيقوم بها هذا المسؤول للمحافظة؟ طبعا الزيارة هي كانت سريعة، خاصة وأنهم عادوا إلى محافظة عدن اليوم ولم يستمروا في تعز، لكن تم اللقاء مع السلطة المحلية والتنسيق على فتح مكتب لها في داخل محافظة تعز، ثم تم زيارة المستشفى الجمهوري، إضافة إلى زيارة بعض الأحياء والشوارع محافظة تعز للاطلاع على الدمار الذي خلفه ميليشيات الحوثيين. لكن هناك خلال هذا الشهر القادم بإذن الله حسب وعودهم لأنها أكثر من وفد من الأمم المتحدة سيزور محافظة تعز وسيتم التنسيق مع السلطة المحلية لأكثر من موضوع أكثر من شيء، وبالتالي ستتوالى زيارات وفود الأمم المتحدة إن شاء الله إلى محافظة تعز، خاصة بعد أن فرض الأمن يده على كافة مربعات محافظة تعز وأصبحت محافظة تعز خالية من أي جماعات مسلحة وميليشيات وأصبحت تخضع كلها تحت يد الأمن والجيش والمؤسسات العسكرية. يعني سيد نجيب أفهم من كلامك أنها كانت زيارة سريعة للسيد تريف يعني، وأهم ما تمخض عنها هو فقط الآن الترتيبات لفتح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في محافظة تعز، وليس هناك أكثر من ذلك بالنسبة لهذه الزيارة، وأنت تتحدث أن سيكون هناك أيضا ترتيبات لزيارات قادمة بالنسبة للمسؤولين الأمميين إلى المحافظة. لو تحدثنا الآن عن حصار هذه المدينة، ولماذا لم يتصدر هذا الموضوع وملف صار تعز في مشاورات السويد القادمة، في حين ربما تحضر ملفات أخرى من ضمنها فتح مطار صنعاء، فبالتالي هل هناك فشل من قبل الأحزاب في تعز أو حتى السلطة المحلية في توصيل ما تعانيه عدن تعز، وهذا الحصار مستمر لدى المدينة؟ للأسف الشديد منذ 4 سنوات وكل ما جاء وفد زيارة محافظة تعز لا يتطرق نهائيا إلى فتح الحصار عن محافظة تعز. لماذا يعني أنت تتحدث للأسف، يعني هل هناك ربما قصور للسلطة المحلية أو حتى الأحزاب أو حتى الشخصيات في توصيل هذه المأساة الإنسانية منذ 4 سنوات في تعز؟ أين هو وجه القصور؟
لماذا لم يهتموا حتى الآن؟ لا يوجد أي قصور وسطني. سيد أجيب. فتح الحصار على تعز سياتري فقد تحرير ميناء الحديدة يخضع لتحت السيطرة المتحدة. نعم. تريد فتح مطار صنعاء، تريد إسعاف الجرحى الحوثيين، تريد إنقاذ الحوثيين، لكنها لا تريد فتح الحصار على تعز. نعم. وبالتالي جميع الوفود التي جاءت لمحافظة تعز تعتبر أن الحصار هو حصار طبيعي، ولكن وكأن الحصار لا يعنيها بشيء، وكأنه ليس هناك 4 مليون نسمة يتعرضون للحصار منذ 4 سنوات، وكأنه ليس هناك مواطنين يتعرضون للجوع، يتعرضون للذل، يتعرضون للمهانة، وبالتالي هي لا تبحث إلا فقط عن ميناء الحديدة. طيب. ألم تستفهموا من المسؤولين الأمميين الذين يزورون تعز، يعني الزيارة الأولى بالسيد محمد خاطر والآن السيد تريف، ألم تستفسروا منهم بسبب هذا، يعني عدم يعني أخذ موضوع حصار تعز ضمن أجندة الأمم المتحدة وأي مشاورات كانت سابقة وحتى لاحقة، لماذا عدم الاكتراث؟ ألم تستفهموا منهم؟ سيد نجيب. لأنهم سيطرحون القضية وأن هذا الموضوع محل اهتمامهم وأن حصار تعز هو موضوعهم الأول، لكن سرعان ما تتلاشى عودهم بمجرد خروجهم من تعز. وبالتالي منذ 3 سنوات ومحافظة تعز السلطة المحلية واللجنة الفرعية للإغاثة تطرح بأن محافظة تعز تتعرض لاعتداءات متواصلة بالتعدي على الإغاثة وبسرقة الإغاثة. وبالتالي طالبنا مرارا وتكرارا بأن يكون تصدير المواد الغذائية عبر ميناء عدن، إلا أن للأسف الشديد لا تزال حتى الآن الأمم المتحدة تصر أن تكون حصة تعز عبر ميناء الحديدة الخاضعة لميليشيات الحوثيين. وبالتالي نشعر تماما أن الأمم المتحدة لا تريد فتح حصار تعز، بل أنها تشارك في حصار تعز من خلال تجاهلها لهذا المطلب الذي طال أمده. إذا هناك تجاهل بالنسبة لملف حصار تعز من قبل الأمم المتحدة. نشكرك شكرا جزيلا مدير إعلام محافظة تعز السيد نجيب قحطان، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. اقتصاديا، أصدر البنك المركزي اليمني تعميما جديدا يحدد سعر صرف لمبالغ الاعتمادات للدفعات الجديدة من الوديعات السعودية. وحدد البنك السعر الجديد للريال اليمني مقابل الدولار ب 440 ريالا للدولار الأمريكي الواحد. وأعلن البنك المركزي عن وصول الموافقة على طلبات الدفعة الجديدة 19 و11 من الاعتمادات المستندية المغطاة من الوديعة السعودية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية. في عدن توقف نشاط صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة المؤقتة عقب نفاد ما لديهم من مشتقات نفطية. وقال مسؤولون في الصندوق إن نشاط صندوق تقلص منذ بداية الأسبوع الجاري بفعل شحة المشتقات النفطية، وتوقف اليوم بالكامل، وهو ما يهدد بكارثة محتملة جراء تكدس أكوام القمامة والتي قد تنتشر بسببها بعض الأمراض والأوبئة، فضلا عن كونها تسلب جمالية المدينة. كرمت مؤسسة أصيلة للتنمية فرع دوعاً 70 طالبة من خريجات الدبلوم التخصصي في مجالي اللغة العربية والرياضيات ودبلوم قابلات المجتمع في حفل تكريمي فرائحي بعد 3 أعوام من تدشين البرنامج. ويأتي البرنامج كتلبية لاحتياجات مناطق مديرية دوعاً الريفية غربية حضرموت والتي تعاني من نقص حاد في قطاعات التعليم وكذلك الصحة. ها هي مديرية دوعاً غربية حضرموت تزف 70 من خريجاتها في الوقت الذي تتجاوز فيه بشكل نسبي النقص الحاد في الكفاءات البشرية الذي طال قطاع التعليم والصحة. بعد مبادرة أطلقتها مؤسسة صلة للتنمية عملت على تأهيل الفتيات في برامج دبلوم تخصصية في مجالات اللغة العربية والرياضيات وقابلات المجتمع لتسد بذلك احتجاجاً مجتمعياً في مجال تعليم الفتاة والتمريض العام.
مديريتين كانت عندنا اشكاليات فيها في جانب قابلات المجتمع، هي مديريه دوعن ومديريه غيل بن يمين. خرجت دوعن من عنق الزجاجه واصبحت عندها 23 قابله من بنات هذه المديريه، سوف يغيرون مؤشرات كبيره جدا في هذا القطاع ويقدمون خدمه من خلال كادر نسائي من ابناء المديريه يساهموا بشكل كبير في تقليل وفيات الامهات وفيات الاطفال. البرنامج ياتي اهميته وايمانا من صله باهميته لهذه الثلاث المحددات، وهو كونه صحي وكونه تعليمي وكونه يختص بالفتاة وكونه يهتم بتعليم الفتاة في الريف. فإيمانا منا في صلة خططنا ونسقنا لهذا البرنامج منذ 3 سنوات. 3 أعوام متتالية نهلت خلالها المشاركات المعارف التخصصية على أيدي نخبة من المعلمين والمعلمات بإشراف رسمي مباشر، شكلت نقلة نوعية على صعيد تعليم الفتاة في منطقة ريفية كدوعن، بالإضافة إلى رفض سوق العمل بالكفاءات المؤهلة وتخفيف المعاناة على كاهل الأسر الريفية. حصلت على شهادة الدبلوم في دوعن. ثاني حاجة بستفيد يعني من شهادتي إني بخدم مجتمعي، بزود معرفاتي أكثر، وبنفس الوقت انه يعني بصفتنا كلنا الخريجات بنسد الحاجه اللي كانت يعني نقص في المعلمات بالنسبه لدوعن. والله تعلمنا الكثير من دوره قابليات المجتمع بدوعن، تعلمنا كيف ننقذ حياه الامهات، كيف نتصرف مع الحالات الطارئه، تعلمنا كيف نصل ونقدم رعايه حوامل الام وللطفل. تتويج رسمي ومجتمعي حظيت به الفتيات بعد رحله علميه شكلت بصيص أمل لأهالي المديرية، هكذا عبرت الفقرات الخطابية والفنية أيضا لحفل تخرج حمل معه رسائل توعية بأهمية تعليم الفتاة ومدى الدور المجتمعي الذي تلعبه المرأة على مستوى محيطها وتقديمها كشريكة في التنمية والبناء. عبد الله مؤمن، يمن شباب، حضرموت. نهاية أخبار المنتصف تابعتم فيه. في ظل الحديث عن اتفاق تبادل أسرى مع الميليشيا، الحكومة تؤكد أن التعاطي الإيجابي مع جهود إحلال السلام يهدف لإنهاء الكارثة الإنسانية. الحوثيون يختطفون أكثر من 100 مواطن في الحديدة خلال أسبوع، وقيادي عسكري في البيضاء يؤكد مواصلة العمليات حتى تحرير مفرق عفار الاستراتيجي. كما تبعتم أيضا، قوات حكومية وسعودية مشتركة تستعيد سلسلة جبلية في باقي مصعدة، ووفد أممي جديد يزور تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. إذا مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة، نشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله. إلى